في استقبال البعثة الرسمية لمنتخب مصر. الطائرة وصلت 7:15 صح؟ 7:15 صباحا، وعلى ما خلصت الإجراءات واستقبلهم الأستاذ جمال، ونزلوا في مطار 3 المطار العظيم الجديد واتنقلوا بباص لحد مطار 4 اللي كان فيه الاستقبال. صحيح، كان استقبال لطيف جدا، وكان فيه زي مؤتمر صحفي، وهتشوفوا دلوقتي جزء من الكلمات. تحدث فيه الأستاذ جمال مبارك، ثم المهندس حسن صقر، ثم الكابتن سمير زاهر، ثم كابتن أحمد حسن قائد اللاعبين. بس خلونا نقول لكم الصور شويه ما بينتوش، وكنت انا وخيري موجودين هناك في المطار لحظه بلحظه، فالانطباع كان قريب. ما اقدرش اكذب عليكم، المنتخب كجهاز وكلاعبين كانوا نازلين مكسورين، كانوا نازلين محبطين، مش طبعا بسبب الهزيمه. الهزيمه جزء من الموضوع، وخروجنا المبكر من الدور التمهيدي جزء من الموضوع، خصوصا ان الاحلام كانت فاقت كل الحدود لما فزنا على ايطاليا، وخلاص كان مجرد مرورنا على امريكا وصلنا للدور قبل النهائي مع الاربعه الكبار على مستوى العالم كان شيء هو الاقرب احتماليه في الحدوث، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس ده الجزء الصغير، لكن الحق يقال حسن شحاته وشوقي غريب وحماده صدقي واحمد سليمان مع كل اللاعبين ابتداء من احمد حسن قائد المنتخب لحد اصغر لعيب، لا باين عليهم التاثر، وباين على اللاعبين ان هم فرحانين جدا بهذا الاستقبال سواء الرسمي او الشعبي، بس الفرحه مكتومه، الفرحه مكسوره. عارفين لما تحس ان انت عايز تفرح بس مش قادر تفرح، لان انت بتحس ان انت مجروح، بتحس ان انت متهان. طبعا، وده الكلام اللي قاله احمد حسن كابتن المنتخب، قال احنا كنا في حاله وبقينا في حاله، واحنا بنركب الطياره واحنا طول الطياره كنا بنغلي، كنا مشحونين، كنا مش طايقين نفسنا، وكل واحد كان بيفكر في فكره متطرفه جدا، اللي عايز يعتزل اللعب دوليا، واللي عايز ما يكلمش الاعلام تاني، واللي مش هيلعب كره وهيبطلها، واللي واللي واللي. لكن الحقيقه اول ما نزلنا ولقينا هذه الجماهير ولقينا الاستاذ جمال مبارك في وشنا، يعني امتص كثيرا جدا 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 من الاهانه والشعور بالجرح. طبعا هم لسه مجروحين، بس في النهايه زي بالظبط كده ما خدوا دش هدى كل المسائل اللي كانت عندهم. اللاعبين محبطين، وانا بقول لكم ان هم لسه محبطين. شويه تم مداواه جزء كبير من الجرح، بس من جوه انا متاكد ان هم لسه تعبانين شويه. قبل ظهور اللاعبين في المؤتمر الصحفي اللي هنشوفه في نهايه الفقره دي، قعدوا مع السيد جمال مبارك اللاعبون والفريق المنتخب كله وسيد حسن صقر وقروا الفاتحه، وتعهدوا على التركيز في المرحله القادمه املا في الوصول الى 2010. كابتن حسن شحاته المدير الفني العظيم اللي حقق انجازات مع الكره المصريه لم يحققها احد من قبله، ما اتكلمش، اتكلم ثواني، كان باين عليه الاجهاد، وده بيبرر، او عايز اقول لحضراتكم، وكان مفترض كابتن حسن شحاته ضيفنا النهارده في البيت بيته ودايما، لكن هو حس انه تعبان جدا، اعتذر رغم انه في المطار قال انا معاكم بالليل وكان جاهز، لكن لما روح البيت طبعا الاجهاد كله ظهر في الكلمه، ايضا ما كانش قادر يتكلم من الاجهاد والشد العصبي، الاجهاد والتاثر برضه الايام اللي شافها، فكان واضح انه مش قادر يتكلم. هو طبعا وعد انه هيكون معانا، وهو في اي وقت البيت بيتك بيرحب كابتن حسن شحاته. عندنا اسئله كتير في الكوره، مش في النميمه ومش في الشائعات، عندنا كلام كتير حوالين المنتخب هنناقش بعضه النهارده مع ضيفنا الكبير كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكوره اللي هيكون ضيف علينا، واللي هنناقش معاه كل حاجة عن المنتخب وعن مستقبل المنتخب، عن اللي حصل واللي هيحصل، عن ذهبنا لجنوب افريقيا ليه رحنا وكسبنا ايه وخسرنا ايه. من الكواليس اللي كان بيسرد لحضراتكم بعضها خيري، ان فعلا المنتخب قبل ما يخش على المؤتمر الصحفي ويطلع على كاميرات الصحفيين استقبله الاستاذ جمال مبارك في قاعة كبار الزوار، وطبعا زي ما قلت لكم اللعيبة كانوا مشحونين وفي قدر كبير جدا من التأثر، فالاستاذ جمال مبارك قال لهم في هذه القاعده طبعا بعيدا عن الكاميرات، قال لهم انا عايزكم دلوقتي تركزوا في قدام، تركزوا في المستقبل، الاهم دلوقتي الحلم اللي هتردوا بيه على كل الكلام الذي قيل، انتوا دوركم ان انتوا تردوا في الملعب. وكان طبعا هم ياخدوا اجازه اعتقد يوم او يومين ثم ينضموا الى المعسكر اللي بيهيئنا لمباراه رواندا القادمه. فالاستاذ جمال قال لهم وان شاء الله انا هكون معاكم في بدايه المعسكر علشان نتكلم في كل حاجه ونمهد كل حاجه. بس حقيقه كابتن سمير زاهر بحسه، لان هو كان بقاله 3-4 ايام مع اللاعبين في زمره هذه الاحداث وحس جدا بانفعالاتهم وغضبهم، كان حاسس ان اللعيبه دي لو مشوا مش هنعرف نلمهم تاني، او ممكن كل واحد يفكر، كل واحد بقى ناس تسخنه وناس تبرده. فالحقيقه اقترح ان القعده تبقى وقتها، والاستاذ جمال مبارك الحقيقه بتفضل استجاب، واتكلموا مع بعض شويه في هذا الموضوع،
ثم قرأ الجميع الفاتحة وكل لاعبي منتخب مصر حطوا ايديهم في ايدين بعض، ومعاه كابتن سمير زاهر ومعاهم الاستاذ جمال مبارك، وكلهم اقسموا على ان يركزوا فقط في الدفاع عن سمعة منتخب مصر، وان هم هيتعهدوا ببذل كل ما في وسعهم لاسعاد الشعب المصري اللي ادهم ثقته وادهم احترامه، وقالوا ان شاء الله هنرجع جنوب افريقيا مرفوعين الرأس في 2010. هتسمحوا لي، احنا في البيت بيتك هنا ما بنحبش دايما نقول احنا انفردنا، احنا جبنا، احنا كنا اول من قال، خاصة في موضوع الخبر الكاذب الذي نشر في صحيفة في جنوب افريقيا وتناقلته بعض الصحف. احنا ذكرنا هذا الخبر في برنامجنا في نفس اليوم اللي نشر فيه في عدد من الصحف، كانش في حد منفرد بشيء ومش حاجة تدعو للانفراد او الفخر. احنا قلنا الخبر هنا ولكن التزمنا بالمعايير المهنية، قلنا ان هناك خبر يقول ونحن في انتظار التحقيق، وسمير زاهر يرد يقول كذا كذا، وان هناك بيان وبرو